كابتن باشات رئيس مجلس الشؤون الإفريقية بالبرلمان وعضو البرلمان الأفريقي. اتفضل سيادة اللواء، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. يعني حضرتك شايف ازاي بقى علاقاتنا القادمة مع أفريقيا في المرحلة دي؟ يعني طبعا تحياتي لضيوف حضرتك للبرنامج. شكرا. وسادة المشاهدين، ولكن طبعا الزيارة دي بالذات لها أهمية خاصة، لأن احنا وصلنا لمرحلة نقدر نقول إن القارة الأفريقية أصبحت قارة يعني نقدر نقول متشبعة بال الهجوم الهجمات والتسابق من مختلف الجهات والدول والمنظمات والاخوات والشركات بتاعتي اللي تخص افريقيا. ما بقتش زي زمان، وانا حقيقه يعني ببقى متضايق قوي لما بسمع بيتقال ان القاره السمراء. انا عايز اقول ان هي دي القاره الذهبيه ذات الكره الذهبيه. تمام. احنا النهارده لما يعني نتعامل مع الصين ونتحالف معاها، دي انا بقى انا دي اختصار للطريق. احنا بنعمل كوبري على العوائق اللي احنا بتقابلنا علشان نقترب من افريقيا. احنا طبعا في عهد التحديد احنا اول مره بنشوف هذا التقارب الشديد جدا على افريقيا، وانا بسميها الدبلوماسيه الرئاسيه، لان احنا لاول مره بنشوف رئيس جمهوريه مصر العربيه بيسافر دوله مثلا خمس دول او اربع دول وبيبات في كل دوله. ممكن نشوف الكلام ده قبل كده. الدول الافريقيه تتوجد الان وتتحسب الى مصر لانها تعي تماما قوه مصر الاقليميه وانها اصبحت دوله جاذبه للاستثمارات، وانها يعني بعد طبعا ما قدرت واستطاعت انها تواجه مارد كبار اسمه الربيع العربي. فاذا مصر بقى لها يعني دوله لها شانها في الدوله الافريقيه. احنا النهارده غير الاول، يعني معلش برضه عشان برضه نبقى فاهمين، احنا افريقيا زمان ايام جمال عبد الناصر كانت الساحه مفتوحه لينا، والست الرئيس جمال عبد الناصر كان زعيم بحق انه كان بيتعامل مع دول افريقيا كانها دول عربيه اسلاميه، وكان له عنده علاقات اسريه مع قاده وزعماء الافارقه. لكن احنا طبعا يعني الظروف اللي احنا كنا بنمر بيها اتجهنا شمالا بعد ال 67 و73 ومعاهده السلام، بدانا الان نرجع تاني. ولكن رجوعنا بعد الفتره طبعا في ثغرات شفنا شفنا امريكا، شفنا اوروبا، شفنا الصين، شفنا روسيا، شفنا دول كثيره حجبت اماكن كثيره. فاحنا الحقيقه النهارده لما بنتعاون مع الصين احنا بنعمل يعني كوبري لهذه العوائق ونبتدي نتحالف. يعني زي ما حضرتك عارفه القاره الافريقيه يعني غزيره المصادر والثروات الطبيعيه والزراعيه والحيوانيه وما خلاف. انا النهارده لما اجي الدوله الافريقيه بتصدر خاماتها للدول الاوروبيه وعايز تصدرها مره اخرى افريقيا، انا النهارده اتعامل مع الصين في كثير من الامور هذا شكل، وانا اخذ هذه الخامات ونفتح مصانع في افريقيا ونتعاون في افريقيا على الاراضي الافريقيه. احنا حاجه عارفه في افريقيا فيها 260 مليون شاب. 260 مليون شاب هو لا يتهم بهم. انا عضو البرلمان الافريقي وبحضر الجلسات البرلمان الافريقي ويبقى فيه ورش وفي دورات تدريبيه. الحقيقه ببقى سعيد جدا وفخور ان اللي بيدرس واللي بيشرح وبيشارك في الورق واللي بيتكلم واللي 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 هم شباب افارقه من مختلف الدول الافريقيه. اذا افريقيا حتى على مستوى العلم والتكنولوجي حاجه ثانيه خالص. خالص طبعا. زي ما احنا متخيلين الشباب بتاعنا لازم يعرف افريقيا دي بقى يعني اسف ان في بعض القنوات الفضائيه في التلفزيون بتجيب صور افريقيا عباره عن حيوانات البيك فايف الهيالات الكبيره والمفترسه وعندها خلفيه
وتجيب الغابات والبيوت والكهرباء. النهارده النهارده اصبحت فيها ناطحات سحاب ومباني وشوارع وطرق وسفاري حاجه يعني. احنا حاجه الدوره القادمه للبرلمان فيها صوت دوله رواندا. انت حاجه شفت رواندا عامله ازاي النهارده؟ زيرو كوربشن زيرو كوربشن، فساد نهائي. دول كتيره في افريقيا بتحارب الفساد بكل يعني مش هقول لك حكمتها بالفساد تكون منعدمه في دول افريقيه متعدده. اذا افريقيا بتنهض فاحنا لازم نكون احنا اول، احنا عندنا يعني ضمير اهتمام كبيره جدا، عندنا دائرة انتماء سياسي وديني وتجاري واقتصادي وتاريخي حاجات كتيره، فاحنا اول الدول دي ان احنا نكون موجودين في الساحه الافريقيه. صحيح. طب سيادة اللواء، يعني هل في توجه مصري بإيجاد نوع من التكامل مع أفريقيا مثلا في مجال الـ مثلا يعني بضرب مثلا يعني الزراعة مثلا، يعني في هناك أراضي شاسعة في أفريقيا ممكن تنتج الغلة وممكن إحنا نعمل حاجات مصنعة وممكن هم يعملوا يعني نوع من التكامل الزراعي والصناعي والاقتصادي، هل ده مطروح؟ حضرتك الكلام ده اللي حضرتك بتقوليه ده لابد ان يكون مطروح، ومطروح فعلا بالفعل وافكار كتيره جدا موجوده، ولكن للاسف التنفيذ وعوائق التنفيذ. كويس ان حضرتك طرحت النقطه دي، ان مفيش وزاره او وزير للشؤون الافريقيه، لابد ان يكون في وزير او وزاره للشؤون الافريقيه، لان النهارده حضرتك بتشوفي الجهود عشوائيه، شركات افراد عندنا يعني ناس كتير قوي بتروح على افريقيا وتعمل شغل ومحدش عارف هم بيعملوا ايه، وتلاقي حك في يعني دابليكيشن في يعني يحصل تدخل كبير جدا ما بين الحكومه وما بين الافراد وما بين المؤسسات والشركات، وبالتالي لو في وزاره في وزير هينفذ الجهود دي كلها. يعني الحقيقه ست اللواء يعني اسمح لي انا بحيي حضرتك على كل كلمه يعني قلتها في هذا الاتجاه بالنسبه لاستراتيجيه مصر تجاه افريقيا، بحيي مطالبتك بوزير للشؤون الافريقيه يتولى التنسيق، لانه افريقيا بالنسبه لنا يعني بقت اخطر من ان تترك اكثر مما تركناها، لانه مصر فعلا هي كان يمكن في الماضي والان يمكن ايضا ان تكون هي الجسر لاي قوى تريد ان تصل لعمق افريقيا. فانا يعني بحترم جدا هذا التوجه، لان طبعا سياده اللواء بيرأس لجنه الشؤون الافريقيه في البرلمان، واتمنى ان فعلا يعني نجد وزير للشؤون الافريقيه ويتولى التنسيق بين الجهود المبعثره اللي يمكن ان تكون قائمه، لكنها لم تشق مجرى يليق بحجم التحدي الذي يواجه مصر في افريقيا، لانها فعلا عمق انها القوم يعني. فانا بحيي حضرتك طبعا. بس القياده السياسيه سياده اللواء دلوقتي يعني واعيه بهذا البعد يعني. واضح طبعا. حضرتك النهارده القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي بافريقيا بمجرد توليه فتره الرئاسات الاولى، يعني احنا تجاهنا طبعا. والجميل في هذا التوجه ان احنا يعني برضو عشان يعني احنا عندنا برضو نقطه مهمه جدا وحساسه، احنا النهارده بنتوجه في كل الاتجاهات شمالا وجنوبا وشرقا، مش مركزين على منطقه معينه علشان عندنا فيها مشكله معينه. وانا اقصد ايه؟ ولكن احنا بنتجه يعني بنروح جنوب، بنروح الجابون، بنروح السنغال، وبنروح وانا هنا يعني برضو بطالب رجال الاعمال انهم يتجهوا افريقيا مع زياره اسرائيل. يعني سياده الرئيس يعني تسمح لي سياده اللواء، يعني انا بتمنى ان يكون التوجه ليس فقط لرجال الاعمال، ان يكون هناك بناء لاليات مشتركه حقيقيه على مستوى التعليم، على مستوى الصحه، على مستوى الثقافه، على مستوى التراث الافريقي، على مستوى حمايه التراث الانساني، على مستوى بناء يعني انا بعتبر انه الاقتصاد ليس رجال اعمال، الاقتصاد هو عناصر متكامله تكمل بعضها البعض فتحقق النتيجه اننا نقدر فعلا نصل لافريقيا بالعمق الذي نتمناه. مع حضرتك تماما في كل كلمه حضرتك قلتيها، وحضرتك عارفه التعليم والصحه دول مفاتيح مهمه جدا
في مصر اصلا. احنا عندنا الخبرات والمجالات الكبيره في هذا المجال زي على الفايروس مثلا والتعليم. احنا البعثات التعليميه والتدريب مشكورا بيتي حوالي 1000 بحثه عسكريه بجانب البعثات التعليميه الاخرى الازهر وخلافها. يعني التعليم ده يعني حضرتك عارفه مثلا جنوب السودان النهارده معظم يعني يمكن اكثر من 200 الوزراء والمحافظات في جنوب السودان متخرجين من جامعات مصريه. صحيح صحيح صحيح. التعليم لما احنا حتى بنتكلم مره كنا بنتكلم مع في البرلمان الافريقي مع بعض الاصدقاء في رواندا بنعمل معاهم زي يعني تعاون كده وبروتوكول تعاون فقلنا لهم احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا ولما جبنا بنتكلم على التعليم سقفوا ازاي كان ان احنا هنساعدهم في على مستوى التعليم لان هم كتير كويس قوي التعليم ده بنديهم ايه؟ سيادة اللواء في الخمسينات والستينات لما جه بمنح دراسية مجانية مجموعة من الـ 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 الشخصيات الـ الأفريقية التي حكمت فيما بعد واللي قادوا دولهم فيما بعد ما زالوا يتذكروا لمصر أنهم تعلموا فيها ومعظمهم كانوا أيضا أو جزء منهم كان بيتخرج من الأزهر فكانوا بيحملوا رسالة الوسطية الإسلامية لأفريقيا. يعني إحنا دورنا مركب الحقيقة وده يعني قدر مصر ما نقدرش نخرج منه. يعني خليني بقى أقول لحضرتك كده نقطة مهمة جدا معلش أنا باخد الحك وقتك. لا أبدا. الطلبة الأفارقة بيجوا دولهم في مصر. طبعا. لو إحنا من زمان كان عندنا أرشيف فيهم. طبعا. وعندنا كورس. اتصالات معاهم طبعا لان دول النهارده في منهم وزراء وفي منهم طبعا وفي منهم وزراء ورؤساء جمهوريات على فكره طبعا رؤساء جمهوريات ورؤساء محاكم دستوريه ويعني انا في بعض جولات في افريقيا كنت بشوف شخصيات تذكر لمصر ما لا نذكره نحن لها يعني فعلا ولما كانوا بيوصلوا لمراكز قياديه في بلادهم كانوا بينتظروا اللحظه اللي هيفتحوا فيها العلاقه مع مصر بشكل قوي فطبعا يعني احنا عندنا كنز تاريخي فمطلوب ان احنا نسترد الوديعه دي اللي هي اتفكت مننا في فتره من الفترات. ده تمام مظبوط وحضرتك ده بقى اللي انا بنادي بيه يعني يبقى في وزاره لشؤون افريقيا الكلام ده كله يبقى مرصف ومؤرشف طبعا مؤرشف في احنا عندنا اسماء قيادات موجوده كانوا بيزوروا يعني مناسبات عيد ميلاد عيد استقلال اي مناسبه زي نروح نبعت لهم طبعا هذا هو التواصل المطلوب نرجو ان الشباب بتاعنا يعي بقى هذا الاتجاهات ويبتدي يتبناها وانا احنا شايفين برضه مؤتمرات الافريقيه مع الشباب واخده حقها ان شاء الله تبتدي مؤتمر الشباب اللي كان موجود ملتقي الشباب الاول كان موجود في شرم الشيخ انا كنت سعيد جدا ان في وجوه افريقيه كبيره جدا في المؤتمر وهم نفسهم حتى المؤتمر بيطالبوا ان هو يتعمل كل 6 أشهر احنا عايزين كمان بقى نشوف ملتقى للفلاحين الافارقه وملتقى للعمال الافارقه ومصر تدعو المثقفين الافريقيين لمصر في مؤتمر يشارك فيه يعني احنا محتاجين نفتح في كل الدوائر يا سياده اللواء. حضرتك على فكره بتتكلمي كلام جميل جدا لان ده ممكن ينبثق منه افكار كثيره جدا. انا كنت بقول للسياده السفيره نبيله بكرم قلت لها انا سعيد جدا بنشاطك في الدول والجاليات المصريه الموجوده ولكن انا نفسي بقى ان انت تنقلي هذه النشاط الى القاره الافريقيه. يعني شباب الجاليات المصريه الافريقيه هم دول بقى اللي هيعملوا بقى محيط اكيد اللي هيجيبوا الفلاحين الافارقه يجيبوا رجال الاعمال الافارقه اصدقائهم من هنا اصدقائهم من الفلاحين الى ان نشكل كيان من الجاليات المصريه الافريقيه متحده في كثير من الاتجاهات والاعمال مستوى الرياضه والثقافه زي ما حضرتك قلتي كل ده يعني يتكاتف ده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه. هو ده دور مصر اللي احنا منتظرينه بكل قوه ان شاء الله. شكرا سياده اللواء يعني على هذا الكلام.